القدس الإله الواحد أمين. أهلا بحضراتكم في دراستنا الأسبوعية في الكتاب المقدس، وإحنا في رسالة معلمنا بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس. كنا المرة الفاتت أخذنا جزء كبير في الإصحاح الثامن، وكان بيتكلم في معظمه عن العطاء للفقراء. والعجيب إن الإصحاح التاسع اللي هناخده النهارده بنعمة ربنا كله بيتكلم عن نفس الموضوع، وهو العطاء للفقراء. وزي ما قلت لكم في المقدمة المرة فاتت، كان الفقراء بيتركزوا في أورشليم بسبب الاضطهاد، مقاطعة اليهود لأهاليهم اللي بقوا مسيحيين، اللي ليه ورثة ما بياخدهاش، اللي ليه تجارة محدش بيتعامل معاه، اللي ليه حقوق بياكلوها عليه. كان نوع من الانتقام علشان تركوا دين أبائهم ودخلوا في الديانة المسيحية. وفي نفس الوقت موجات الاضطهاد كانت بتتوجه بالأكتر للرجالة اللي هم بيخرجوا في المجتمع. وقتها كان السيدات بيبقى في البيوت، فبالتالي يبقى في كمية كبيرة من الأرامل اللي هم محتاجين حد يعولهم، فبقى في فقر زيادة في أورشليم، بالإضافة للمجاعة اللي اتكلم عنها سفر الأعمال. فبقى في نوع من الالتزام الأدبي إن المسيحيين في أماكن أخرى يرسلوا عطاياهم إلى فقراء أورشليم. في الإصحاح اللي فات معلمنا بولس قال مبدأ جميل في العدد من 13-15، بيقول فإنه ليس لكي يكون للآخرين راحة ولكم ضيق. يعني إحنا لما بنلم منكم تبرعات عشان نديها للناس الغلابة، مش عشان هم يستريحوا وإنتم تتضايقوا، بل بحسب المساواة، لكي تكون في هذا الوقت حاليا، يعني فضالاتكم حاجة اللي فضل عليكم عندكم، ادوها لهم تبقى لأعوازهم، عشان تبقى فضالتهم لأعوازكم. فضالتهم يقصد بيها العمل الروحي اللي خرج من أورشليم ومن اليهودية زي نور نور لكل الأمم. فبيعتبر ان الأمم كلهم مديونين لليهودية بان هم عرفوا الإيمان المسيحي وبقوا أبناء إبراهيم بالرغم أن هو ما خلفهمش بحسب الجسد. فقال فضالتهم دي تبقى لأعوازكم، زي ما فضالتكم المادية المالية الأكل يبقى لأعوازهم، حتى تحصل المساواة كما هو مكتوب. وجاب لهم نص من العهد القديم، الذي جمع كثيرا لم يفضل، والذي جمع قليلا لم ينقص. هنا النص ده بيشاور على فترة مكان ربنا بيبعت لهم المن من السماء، فكان يخرجوا الرجال بدري الصبح قبل ما الشمس تحمى ويلموا في أفف المن اللي هيعيشوا بيه طول النهار. في واحد بيبقى نشيط يلم كتير، واحد غلبان عجوز ولا صحته على قده بيلم على قده. لما يجي بقى يأكل، لاحظوا ان اللي لم كتير أكل وشبع وما فيش حاجة بيت، لأن تاني يوم ربنا هيبعت تاني. واللي لم قليل أكل وشبعه ومفيش حاجة فاضت. فالذي جمع كثيرا لم يفضل، والذي جمع قليلا لم ينقص، لأن هنا كان العامل في هذا الأمر هو بركة ربنا أكتر من كمية الأكل. ودي حاجة الحقيقة احنا لازم نحطها في بالنا، إن لو إرادك كتير أو قليل، المهم هو بركة ربنا. يكمل بقى معلمنا بولس يقول لكن شكرا لله الذي جعل هذا الاجتهاد عينه لأجلكم في قلب تيتوس. إن بيشكر ربنا أن تيتوس لما راح لهم كان برضو مهتم أن هو يلم هذه البركة أو هذه التبرعات علشان يوصلها لأهل أورشليم. يعني اعتبر ده نوع من الاجتهاد، وقال لأجلكم، معناها أن أنتم لما بتدفعوا أنتوا اللي بتاخدوا البركة. شكرا لله الذي جعل هذا الاجتهاد عينه لأجلكم في قلب تيتوس، لأنه قابل الطلبة، وإذ كان أكثر اجتهادا مضى إليكم من تلقاء نفسه. إن لما بولس طلب منه يروح إلى كورنثوس وقال له أنت كمان هناك بالمرة تعالج المشاكل لم تبرعات، يقول هو كان أكثر اجتهادا، والأمر محتاجش إن بولس يلح عليه ويتحايل عليه. قال مضى إليكم من تلقاء نفسه. تلقاء نفسه مش معناها بدون تدبير من بولس الرسول أو توجيه منه، لكن معناها ما أوحش كتير. وبعدين أرسلنا معه الأخ الذي مدحوه في الإنجيل في جميع الكنائس،
وليس ذلك فقط، بل هو منتخب أيضا من الكنائس رفيقا لنا في السفر مع هذه النعمة المخدومة منا لمجد ذات الرب الواحد ولنشاطك. يعني عايز يقول أن تيتوس لما جالكم مجاش لوحده، جه معه اثنين، هيتذكر ذاتي واحد والتاني هيتقال كمان شوية، علشان يبقى العمل جماعي وبشهود كثيرين خصوصا في الأمور المالية. أحيانا يبقى في ظنون وشكوك تلف حوالين الواحد، عشان كده كل حاجة مفروض تكون شفافية. الحاجة اللي بتتاخد يبقى بتتاخد في وجود مجموعة، يكتب إيصال، الإيصال ليه يعني صورة موجودة في الدفتر، الكلام مكتوب بوضوح، فاللي بيدفع تبرع بيبقى مطمن إن اللي هو دفع واصل فعلا للكنيسة، واصل فعلا للقراء، مش حد بياخده في السك. عشان كده أقول أرسلت ليكم تيتوس ومعاه واحد تاني، والواحد التاني ده قال مدحه في الإنجيل في جميع الكنائس ومنتخب من الكنائس رفيقا لنا في السفر، يعني واحد مصدر ثقة مع هذه النعمة المخدومة منا. النعمة المخدومة منا هي خدمة الفقراء، بالإضافة طبعا أي خدمات بتقدمها الكنيسة هي نعمة مخدومة منا لمجد ذات الرب الواحد. يعني إحنا كلنا سواء تيتوس أو زميله أو أنا، كلنا بنخدم الرب الواحد ومجد الرب الواحد. محدش يفكر في مجد ذاته أو في أنه يتقال أنه عمل ما تعملش. لمجد ذات الرب الواحد ولنشاطكم، يعني عشان برضو أنتم تغيروا وتنشطوا وتقدموا الخدمة المطلوبة منكم. متجنبين هذا أن يلومنا أحد في جسامة هذه الخدمة المخدومة منه. امتى يلومه بولس؟ لو في شبهة ان هو بيلم فلوس لنفسه، فقال انا بتجنب ده، ان يلومنا احد في جسامة عن حاجة كبيرة قوي هذه المخدومة منا، معتنين بامور حسنة ليس قدام الرب فقط بل قدام الناس ايضا. يعني قدام ربنا طبعا بولس بريء جدا وعفيف جدا ونزيه جدا، والحاجة دي ولا بيفكر فيها، ربنا عارف كده، لكن جايز الناس ما يعرفوش. فقال عشان كده احنا معتنين بامور حسنه قدام الناس مش قدام ربنا فقط، عشان احيانا واحد يسوء فيها ويقول لك انا ما يهمنيش راي الناس، المهم ان انا بريء قدام ربنا. هو طبعا دي هتفيدك او في الابديه، لكن انت سبت عثره، الناس اخذوا فكره غلط. ففي حاجات لا، لازم الناس تبقى فاهمه إن قدسك بريء أو حضرتك بريء. زي مثلا القصة الشهيرة في تاريخ الكنيسة بتاعت البابا ديمتريوس الكرام، هو أول بابا للكنيسة كان رقم 12 يكون متزوج. وطبعا عارفين قصة اختياره البطريركية، إن البابا اللي قبله جات له رؤية إن في حد هيجي لك معاه عنقود عنب في غير معاده، ده اللي هيبقى بطرك بعد. هو لسه صاحي منهم، لقى ديمتريوس دوت داخل له، عشان كده سموه ديمتريوس الكرام، راجل فلاح بسيط مش متعلم، ووجد في الغيط بتاعه عنقود عنب مش في معاده، فقال وديه للبابا. فالقديس اللي قبله قال له انت تبقى البطرك، هو كان متجوز فبقى بطرك. فبدأت الناس تتسجس، يقول لك ازاي يبقى متزوج وهو اسقف الكنيسة او باباها. فهو بيصلي القداس، القصة دي مشهورة معروفة، ظهر له ملاك في الهيكل وقال له هل يمكن انت تخلص نفسك وتعسر الشعب؟ قال له ايه بس؟ قال له الناس متسجسة منك وتقول كلام على المساطب بينها وبين بعضيها، ازاي البطرك بتاعنا متجوز؟ لازم تكشف سرك للناس. سره ان هو كان عايش مع امرأته في البتولية. فهو بعد القداس نده امرأته من اماكن النساء، ولابسه طبعا الطرحه، انتوا عارفين تبقى قماشها خفيف خالص، اخذ الشوريه حطها في طرحه الست دي مراته، وخلاها تمشي في الكنيسه كده بالطرحه جواها النار ولم تحترق. فتعجب الناس جدا لهذا الامر، فقال لهم في الحقيقه انا ده سر ان انا عايش معاها في البتوليه كانها اختي، بس ربنا اداني اشاره ان انا لازم اقول لكم عشان ما حدش يتعثر فيا. ففعلا الإنسان ممكن يكون ضميره حلو قدام ربنا وهو هيدخل السماء زي الفل وقديس، بس في ناس بتقول عليه كلام مش حلو،
فبولس الرسول قال لا، مش ينفع نبقى عثرة للآخرين، معتنين بأمور حسنة ليس قدام الرب فقط بل قدام الناس أيضا. وأرسلنا معهما أخانا، يبقى دي نمرة ثلاثة، تيتوس مع واحد ما قالش اسمه والثالث برضه ما قالش اسمه. طبعا المفسرين بيقولوا ده لوقا، ده أي حد يعني، أبولس أي حد. أرسلنا معهما أخانا الذي اختبرنا مرارا في أمور كثيرة أنه مجتهد. يعني بولس برضو ناصح، مش هيبعد غير لما يكون واحد مجتهد، لأن لو راح واحد وكسول هيبقى بيعطل الخدمة. وقال الآن هو أشد اجتهادا كثيرة بالثقة الكثيرة بكم. يعني لما رجع هو أساسا مجتهد، لكن لما شاف الخدمة والنجاح والمهمة اللي قام بيها نجحت، بقى أكثر حماس وأكثر اجتهاد. بعدين يقول لهم أما من جهة تيتوس فهو شريك لي وعامل معي لأجلكم، وأما أخوانا اللي جم معاه فهما رسولا الكنائس ومجد المسيح. ده الفريق اللي راح إلى كورنثوس يعالج المشاكل، وفي نفس الوقت من ضمن أهم المهام بتاعتهم هي تجميع التبرعات للفقراء. قال لهم فبينوا لهم وقدام الكنائس بينت محبتكم وافتخارنا من جهتكم. هيبينوا بينت يعني علامة محبتكم، دليل برهان محبتكم، ان انتوا تستقبلوهم كويس، تعاملوهم كويس، تحترموهم وتقدروهم كرسل للمسيح ومرسلين من جهة بولس. وافتخرنا من جهتكم ان احنا لما بعتهم قلت لهم اهل كورنثوس ناس كويسين، فيبان فعلا اللي انا افتخرت بيه كان مظبوط. وبعدين يقول فانه من جهة الخدمة للقديسين هو فضول مني ان اكتب اليكم. يعني بعد ما حفزهم على جمع تبرعات، حس برضو ان ايه، هو انت يا بولس لما تبعت لنا كده معناها بتتهمنا ان احنا مقصرين في العطاء. كأب فاضل جميل راعي ومدبر ومربي، قال لهم لا انا عارف، هو فضول مني ان اكتب اليكم، لان انا مطمن ان انتوا من غير ما اكتب بتعملوا الحكاية دي، لاني اعلم نشاطكم الذي افتخر به من جهتكم لدى المكدونيين، ان أخائية مستعدة منذ العام الماضي وغيرتكم قد حرضت الاكثرين. اتفقنا المرة اللي فاتت قلنا ان في مقاطعتين كبار، مكدونيا وأخائية، وقلت ساعتها عشان تبقوا فاكرين زي عندنا وجه بحري وجه ابل، يعني مقاطعات كبيرة فيها بلاد كثيرة، مكدونيا وأخائية. العجيب ان هو في الإصحاح 8 قال لهم ان مكدونيا مستعدة وبيحفزهم بنشاط مكدونيا. المرة دي بيقول لهم ده أنا كمان قلت في مكدونيا إن أخائية مستعدة منذ العام الماضي. وده نوع جميل من التحفيز. يعني إحنا لما بنيجي مثلا في مدارس الأحد في موسم النجاح ونعمل حفلة للطلبة اللي أخذوا درجات عالية في ثانوية عامة، واللي أخذوا بكالوريوس، واللي أخذ ماجستير، واللي أخذ دكتوراه، إيه الهدف؟ الهدف إن بقية زملاتهم اللي قاعدين يتحفزوا ان هم يتشطروا زيهم عشان السنة الجاية يطلع برضه هو من الاوائل. فهنا التحفيز دي طريقة جميلة، مش بقى المقارنة اللي هي بتضايق. يعني ايه المقارنة اللي بتضايق؟ لما في ولد يجيب درجة معينة فحق بابا يقول له ابن عمك جاب احسن منك، المقارنة دي بتضايق. لكن التحفيز هو انت برافو رائع، وخلي بالك برضو في ناس عملوا حاجات حلوة، علشان الواحد دايما يبقى متطلع ان هو يتقدم للأمام. فالمرة دي بيقول لهم افتخر به من جهتكم لدى المكدونيين. المرة فاتت قال ايه، نعرفكم ايها الاخوة نعمة الله المعطاة في كنائس مكدونيا، انه في اختبار ضيقة شديدة فاض وفور فرحهم وفقرهم العميق لغنى سخائه. دي درسناها الاسبوع الفات، أعطوا حسب الطاقة وفوق الطاقة من تلقاء أنفسهم، ملتمسين منا بطلبة كثيرة أن نقبل النعمة وشركة الخدمة للقديسين، وليس كما رجونا بل أعطوا أنفسهم أولا
للرب ولنا بمشيئة الله. عشان كده قال لهم لست أقول على سبيل الأمر بل باجتهاد آخرين مختبرا إخلاص محبتكم أيضا. التحفيز عن طريق إبراز نوعيات ممدوحة من الناس اللي عملت حاجة كويس. وده النموذج اللي تعمله الكنيسة كل يوم في السنكسار. لما يقرون سيرة قديس معناها بيحفزني أن أعمل زيه. فبولس قال لأهل أخائية اللي هو في كورنثوس قال لهم مكدونيا عملوا حاجات حلوة. وفي مكدونيا قال لهم أخائية عملت حاجات حلوة عشان يحفزه. طيب بعد ما افتخر بأخائية وبكورنثوس يقول لك افرض أنا افتخرت وقلت ده الناس بأسخياء جدا وبيجمعوا تبرعات كثيرة. افرض انشغلوا نسيوا أجلوا سوفوا أي حاجة. فعمل إيه؟ يقول أرسلت الأخوة لألا يتعطل افتخارنا من جهتكم من هذا القبيل كي تكونوا مستعدين كما قلت. أنا بعت تيتوس والاثنين اللي معاه علشان تلحقوا وتجمعوا لألا لما أجي ما تكونوش أنتوا منتبهين وما خلصوش الحكاية. حتى إذا جاء معي مكدونيون ووجدوكم غير مستعدين لا نخجل نحن. عمال أقول لهم الناس دي حلوة وشطار وبيجمعوا وبتاع وديني أجل إيكم عملتوش حاجة هيبقى في خجل. حتى لا أقول أنتم في جسارة الافتخار هذه. يعني إيه هنا؟ بيقول لن نخجل نحن. هو عايز يقول لهم مفروض أقول أنتوا اللي هتخجلوا. حتى لا أقول أنتم يعني أنتوا اللي هتخجلوا لما أجي أقول لكم فين يا جماعة التبرعات اللي لما تقول تقول لهم ما عملناش حاجة مفروض أنتوا تتكسفوا. فهو قال لهم أنا اللي هخجل، أنا اللي هخجل قدام الضيوف اللي جايين من مكدونيا لأن أنا بعتبر أنا وأنتم واحد. عشان كده بعد ما قال لا نخجل نحن قال أنا مش هقول أنتم. شوفوا التنبيرة بتاعته في جسارة الافتخار هذه، إن أنا افتخرت بجسارة أن الناس دي يا ما هنا يا ما هناك. فرأيت لازما أن أطلب إلى الإخوة أن يسبقوا إليكم ويهيئوا قبلا بركتكم. خلي بالك هنا بيعتبر العطاء بركة التي سبق التخبير بها لتكون هي معدة هكذا كأنها بركة لا كأنها بخل. هنا حضرتك لما بتجيب أي تبرع تديه في إيد أبونا ولا تحطه في صندوق الكنيسة أنت تقول دي بركة. بركة لمين؟ للكنيسة؟ لا، بركة ليك أنت. عشان كده مثلا تلاقوا نفس التعبير استخدمه يعقوب أبو الآباء لما تقابل مع أخيه عيسو وهو راجع وراح مديله حبة هدايا كتيرة. بعدين عيسو قال له لا أنا مش محتاج الحاجات دي، فقال له خذ بركتي التي أوتي به إليك لأن الله قد أنعم علي ولي كل شيء وألح عليه فأخذه. فاعتبر الحاجة اللي بدها لك دي بركة ليه. ونفس الكلمة قالتها أبيجايل امرأة نبال لما قالت لداود النبي والآن هذه البركة التي أتت بها جريتك إلى سيدي فلتعطى للغلمان السائرين وراء سيدي. سمت العطية بتاعتها بركة. ونفس الكلام قاله نعمان السرياني لإليشع النبي رجع إلى رجل الله هو وكل جيش ودخل وقف أمامه قال هوذا قد عرفت أنه ليس إله في كل الأرض إلا في إسرائيل والآن فخذ بركة من عبدك. طبعا ساعتها إليشع عرفه وما أخذش. هنا لازم نبقى فاهمين أي إنسان بيعطي هو اللي بياخد. أنت بتعطي حاجة قليلة جدا مهما كان حتى لو ملايين لأن في المقابل ربنا هيعوضك 10 أضعاف أو زي ما قال المسيح 100 ضعف في هذا الزمان ومع الحياة الأبدية. وبعدين ينبههم أن العطاء لازم يكون كده حاجة وفيرة. قال هذا وإن من يزرع بالشح فبالشح أيضا يحصد ومن يزرع بالبركات فبالبركات أيضا يحصد. هنا الزرع دي حاجة جميلة. بص تخيل ان في راجل فلاح غلبان فقير عنده حته ارض صغيره بس هو ما عندوش سيوله ماليه. ففي موسم الزرع نزل اشترى بزار على قده حاجه قليله كده اللي هي الفلوس المتوفره معاه
ونزل بذرها في الأرض، زرع حاجة قليلة، يتوقع أن الغيط هيبقى مليان بالثمر؟ أبدا، هيلم قد ما هو زرع. لكن لو هو استلف واشترى كتير بالبركة وزرع بالبركة، بالبركات هيحصد، وهيبقى عنده إراد وهيسدد اللي عليه ويدي كمان للغلاب. فهو استخدم المثل ده، أنت بتزرع، اللي بيدي عطاء للفقير ربنا على طول بيكافئه في الحصاد. أنت بتزرع عشان تحصد، فأنت بتزرع إيه؟ بتدي حاجة قليلة قوي، ما بتكفيش، ما بتغطيش احتياج الفقير، هتلاقي البركة اللي راجع عليك برضو إيه؟ قليلة. لكن أنت بتفيض بالخير، تلاقي السماء مفتوحة تنطر عليك الخيرات. خلي بالكم في حتة مهمة عايز أقولها. أنا كأسقف أو الأب الكاهن لما بيعطي للفقراء غير أنت لما بتعطي للفقراء. ليه؟ أنا مش بدي من إرادي، أنا مش بشتغل وباخد مرتب فباخد العشور بتاعتي أديها للناس، لكن أنا خادم في الكنيسة، اللي أنا بوزعه هو حاجة حد الدهاني قال لي اديها للفقراء. خدين بالكم من دي؟ أنا مش بدي من حر مالي، أنا مستأمن على أموال الناس أوزعها للفقراء. عشان كده الكاهن والمسؤول عن خدمة إخوة الرب الأصغر في الكنيسة بيبقى واخد باله إن الحاجة دي هو مستأمن عليها، فلازم يديها للمستحق فعلا، مش النصاب اللي عمال يشحط طول النهار، وإلا ما يكونش أمين. طبعا أنت بقى مش مسؤول عنك أنت تحقق مين مستحق ولا مين مش مستحق، أنت بتاخد وتدي للإنسان اللي محتاج، وفي الآخر ربنا هو اللي بيكافئك بالبركات السمائية. ومع ذلك الأباء الكهنة والخدام المسؤول عن إخوة الرب دايما بيبقى عندهم هذا المنظور، اللي يزرع بالشح بالشح يحصد. هتلاقي برضو زي ما انت بتزنق على الفقراء بتدي له 20 جنيه في الشهر تعمل له ايه، ولا 50 جنيه ولا 100 جنيه تعمل ايه، فتلاقي برضو الإيراد اللي جاي لإخوة الرب قليل. لكن العمال بيشبع الناس، يشبعهم في كل احتياجاتهم، تلاقي الخير كتر علشان يتوزع على الناس. يقول أشعياء نص جميل الواحد ما انتبهش ليه قبل كده: طوباكم أيها الزارعون على كل المياه. في حد في الدنيا بيزرع المياه؟ أنا أروح كده في نهر النيل وارمي بزار؟ حدش بيزرع المياه. ده هنا يقصد الزارعون على كل المياه، معناها اللي بيوزع خيراته من غير ما يستنى حاجة، اللي هي قالها سليمان في سفر الجامعة: ارمي خبزك على وجه المياه فإنك تجده بعد أيام كثيرة. اللي أنت بتزرعه هيرجع لك، زي ما اتكلم إشعياء في سفر في إصحاح 58 لما اتكلم عن الصيام، وكل سنة وأنتم طيبين زي النهاردة يبدأ الصوم الكبير، قال الصيام اللي ربنا عايزه أن تكسر للجائع خبزك وأن تدخل المساكين التائهين إلى بيتك، إذا رأيت عريانا أن تكسوه، وأن لا تتغاضى عن لحمك. لحمك معناها قريبك، والقريبي مش معناها أخويا وابن عمي، معناها أي إنسان هو قريب ده لحمي. حينئذ شوف بقى الأجرة، ينفجر مثل الصبح نورك وتنبت صحتك سريعا ويسير برك أمامك ومجد الرب يجمع ساقتك. حينئذ تدعو فيجيب الرب، تستغيث فيقولها أنا ذا. إن أنفقت نفسك للجائع وأشبعت النفس الذليلة، يشرق في الظلمة نورك ويكون ظلامك الدامس مثل الظهر، ويقودك الرب على الدوام ويشبع في الجدوب نفسك وينشط عظامك فتصير كجنة ريا وكنبع مياه لا تنقطع مياهه. ربنا لما بيشوف إنسان معطاء وخير يفيد عليه بالخيرات. يقول في سفر الأمثال: يوجد من يفرق فيزداد أيضا، ومن يمسك أكثر من اللائق وإنما إلى الفقر. يعني واحد عمال بيوزع الفقرة فربنا بيزوده، واللي بيمسك أكثر من اللائق يعني بخيل إنما إلى الفقر. والبخل ده حاجة عجيبة جدا، ممكن تيجي واحدة تحكي إن جوزها عنده إمكانيات ضخمة لكن بيعدي عليها اللقمة، ده مرض.
فأنا أرجو أن إحنا ما نبقاش يعني بنمسك أكثر من اللائق لأنه يؤدي للفقر. ويقول في سفر أمثال أيضا من يرحم الفقير يقرض الرب، أنت بتسلف ربنا، وعن معروفه يجازيه، ربنا مش هيسيبك. ويقول برضو الصالح العين هو يبارك لأنه يعطي من خبزه للفقير. كلمة الصالح في اللغة معناها الخير، صالح العين يعني عينه مش حقودة. عارفين في المثل اللي قاله المسيح بتاع أصحاب الساعة 11، لما جيت اتفق مع العمال قال له روح للغيط بتاعي وهديك في آخر اليوم دينار، لين طلع الساعة 9 دخل ناس تانية، الساعة 6 الساعة 3 والسادسة والتاسعة والحادي عشر، الحادي عشر دي معناها الساعة 5 مساء هم بيقفلوا الشغل الساعة 6. طلع لقى ناس دخلهم يشتغلوا، اشتغلوا ايه دول؟ لما جه يدي الأجرة دعا وكيل الشغل وقال له ان ده العمال مبتدئا من الآخرين إلى الأولين، فآخر حد جه اللي هو يدوبك اشتغل ساعة إن كان اشتغلها اداله دينار، فاللي واقف من أول النهار شغال عينه زغللت، إذا كان إدى ده دينار أكيد أنا هديني أكتر. لكن هو لاحظ أنه بيدي كله دينار دينار دينار، فلما جه بقى أول واحد تذمر فقال له يا صاحب ما ظلمتك بشيء، مش أنا اتفقت معاك على دينار؟ آه خلاص خذ الذي ليك وامشي، أنا حر أعمل إيه بفلوسي؟ أم عينك شريرة لأني أنا صالح؟ عينك شريرة أنت واقف تبص على أخوك أخذ إيه؟ ما تسيبه يا أخي. العين الصالحة تفرح بالخير للناس وتفرح بالعطاء، أما العين الشريرة بتدي يقارن شو معنى هو أخذ كده. عشان كده الإنسان يكون صالح العين عشان ربنا يباركه. وبعدين يقول معلمنا بولس لا تضلوا، الله لا يشمخ عليه، فإن الذي يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا، فلا نفشل في عمل الخير لأننا سنحصد في وقته إن كنا لا نكل. تتعبش إدي وخليك إيدك بحبوحة وتلاقي ربنا بيعوضك بمئة ضعف في الأرض مع الحياة الأبدية. عشان كده يقول بقى إيه في عدد رقم 7، كل واحد كما ينوي بقلبه. انت بتعطي حسب ما بتنوي بقلبك، ليس عن حزن او اضطرار، لان المعطي المسرور يحبه الله. مبدأ جميل، مش مفروض انك تخدم الناس بحزن او اضطرار، خليك فرحان مش بس في الفلوس، وانت بتدي وقت لحد اديه بحب وسرور، وانت بتدي اهتمام تدي اذن تسمع، لان المعطي المسرور يحبه الله. انت في نيتك تخدم الاخرين بلاش الاضطرار والحزن، والا بلاش. يعني انت دلوقتي نفسيتك مش مستعده انك تبذل وقت او جهد او تسمع حاجه، اعتذر. لكن طالما انت هتخدم فليكن بسرور، ولابد يكون النية في القلب هي خدمة الآخرين. في سفر التثنية ربنا يقول إيه لموسى ولشعب إسرائيل؟ إن كان فيك فقير أحد من إخوتك في أحد أبوابك في أرضك التي يعطيك الرب إلهك، فلا تقصي قلبك ولا تقبض يدك عن أخيك الفقير. يعني ما تبقاش بخيل. ويقول كمان في العطاء لربنا، كل من يحثه قلبه تأخذون تقدمتي. كلم بني إسرائيل أن يأخذوا لي تقدمة من كل من يحثه قلبه. يعني قلبك هو اللي بيقول لك أنا عايز أدي، ما تستناش حد يقول لك أنت ليه ما دفعش تبرع، ده احنا بنبني كنيسة. أول ما تعرف أن في حد محتاجة، كنيسة محتاجة من قلبك، عشان ده هيبقى الأجر بتاعه عظيم، لأن المعطي المسرور يحبه الله. خروج 35 يقول إيه؟ خذوا من عندكم تقدمة للرب،
كل من قلبه سموح، يعني قلبك هو اللي عايز كده، فليأتي بتقدمة للرب ذهبا وفضة ونحاسا. فيش حاجة بالغصب. عشان كيف سفر الأمثال يقول النفس السخية تسمى والمروي هو أيضا يروى. زي ما انت بتدي ربنا هيلف كده ويشبعك بالخيرات. النفس السخية تسمى، والسخية هنا معناها انت بتدي بإرادتك برضاك بفرحة قلبك وبكثرة. قديس باسيليوس الكبير ليه قول عجيب، بيعتبر الإنسان اللي مش بيدي للفقراء كأنه لص. بيقول ألست طماعا ومحبا للمال؟ عندما تحتفظ لنفسك ما قد تسلمته لتعطيه للخدم. تخيل مثلا ان في صراف في شركة اخذ شيك من صاحب العمل، راح صرف من البنك علشان يوزع المرتبات، فراح واخذ الفلوس من البنك وروح على بيتهم وما اداش الناس مرتباتهم. ده تسميه ايه؟ ده لص، لان الفلوس اللي اخذها من البنك مش بتاعته، دي بتاعت الناس. هو كان مفروض يرجع من البنك على الشركة يفتح شباك الصرافة دوت ويوزع للناس مرتباته. فهو القديس باسيليوس يتعبر كده، انت الفلوس اللي عندك واخدها من بنك السماوي عشان تديها للناس، فانت لو ما احتفظت بيها لنفسك وما اديتهاش لخدم الله اللي هم ناس الغلابة، تبقى طماع ومحب للمال ولص. شوف الخطورة. طيب اللي بيدي بقى يقول كلام جميل بقى في العدد رقم 8، والله قادر أن يزيدكم كل نعمة. كل ما بتدي ربنا يزيدك نعمة، لكي تكونوا لكم كل اكتفاء كل حين في كل شيء، تزدادون في كل عمل صالح. وفعلا أمين في القليل أمين في الكثير. فأنت ربنا مديك حاجة قليلة وزعت منها كتير للناس، ربنا هيزيدك كل نعمة، فهيبقى عندك اكتفاء كل حين في كل شيء، فتزداد في العمل الصالح. دي نفس التعبير ده أخذناه في صلوات الكنيسة في أشية الزروع والمياه والأهوية. إذا يكون لنا كفاية في كل شيء أو الكفاف في كل شيء، ما هو إما كفاية أو كفاف، كل حين في كل شيء نزداد في كل عمل صالح. لما ربنا يديك زيادة تزداد في العمل الصالح. اوعى تكون لما كنت غلبان كنت بتحن على الغلابة، ولما ربنا نصفك وكبرت وبقى عندك خير بقيت بخيل. لان انا بلاحظ دي، حدش يزعل مني، تلاقي الانسان الغلبان سهل عنده العطاء اكتر من الغني اللي هو قاعد بيعد الرصيد بتاعه. الغلبان يقول لك كأنه بيعزنه، يعني ما جاتش على دين يدي أخي. لكن الراجل الغني ممكن يكون بيحس إن قيمته من أمواله، فكل ما تزيد كل ما يحس بنفسه، فلما تيجي تاخد منه يحس إن لا ما يصحش. لكن في الحقيقة الناس اللي جربوا العطاء وشافوا بركاته لا يستطيعون أن ينسوا إطلاقا الخير اللي ربنا ادهولهم بسبب النعمة بتاعته. يحكي كأحد الأباء زمان، كنت سمعتها في شريط كاسيت أيام زمان، يعني ترسم أسقف في بلد ونفسه يعمل لهم حبة نشاطات، فراح ميل على واحد من تجار البلد قال له يا مقدس أنا محتاج منك، وقتها كان عايز تقريبا 200 جنيه، كان رقم. يا سيدنا تحت أمرك، ودخل جاب من الخزنة 200 جنيه، تفضل يا سيدنا. فراح سيدنا طبعا عمل بيهم الحاجة اللي عايز يعملها لخدمة الكنيسة، وتمر الأيام والسنين وسيدنا أنا معدي في الشارع كده في نفس المكان، فراح مسلم على الراجل ده ودخل عنده. يا سيدنا مش بنشوفك ليه؟ قال له أنا عايزك تيجي أنت الكنيسة. يا سيدنا باجي بس أنا بروح الكنيسة دي مش في المطرانية. طيب عامل إيه؟ كويس. سيدنا مش محتاج حاجة؟ قال له في الحقيقة أنا كنت محتاج مبلغ واتكسفت اجيلك. فالراجل بتلقائيه قال له ليه بس ضيع عليا البركه؟ قالها بانفعال،
فسيدنا قال له هو في ايه؟ قال له انت عارف المرة اللي فاتت لما انت جيت اخدت مني 200 جنيه انا قاعد في المحل، كان زمان التليفون الاسود ده كانش موبايل، قال لي انت خرجت من هنا ولقيت التليفون بيرن، واحد بيفوضني في حاجة، انا قاعد مكاني جالي صفقة ربحت فيها 2000 جنيه بعد ما انت خدت 200 جنيه، ليه تحرمني من البركة؟ الناس فعلا اللي بيعطوا بسخاء ومحبة فرحة يشعروا بهذه البركات. يقول سفر الأمثال: من يعطي الفقير لا يحتاج، ولمن يحجب عنه عينيه لعنات كثيرة. يحجب عينيه يعني معناها كأني ما شفتكش. عشان كده يملأ إلهي كل احتياجكم بحسب غناه في المجد في المسيح يسوع، كما هو مكتوب بقى بولس بيجيب لهم آية من المزامير: فرق، فرق، خد الخير وفرق، أعطى المساكين، النتيجة بره يبقى إلى الأبد. طبعا دي جاية في المزمور 112 العدد 9: فرق أعطى المساكين، بره قائم إلى الأبد، قرنه ينتصب بالمجد. بعدين يصلي لهم بقى: الذي يقدم بزارا للزارع وخبزا للأكل سيقدم ويكثر بذاركم وينمي غلات بركم. البر هو العطاء، هو العمل الصالح. غلة البر معناها الثمرة بتاعت العمل بتاعك. ربنا هيكثر بذاركم اللي انت بتبذرها في العطاء بتاعك، مش شرط في الزرع يعني، وهينمي الثمرة بتاعت البر بتاعك. الله وحده هو اللي بيقدم بزار للزارع وخبز للأكل. كل الخير اللي عندنا ده بتاع ربنا. مين فيكم خلق حاجة؟ مين فيكم صاحب فضل على نفسه أو على الناس؟ وكله من عند ربنا. حتى لو ربنا مديك حتة صحة دي عند ربنا، مديك حبة ذكاء بتاع ربنا، مديك مهارة معينة بتاعت ربنا، مديك حبة رأس مال عامل فيهم شغل بتاع ربنا. فيش واحد فينا له فضل على ذاته أو على الآخرين. عشان كده ربنا لما بيديك أنت بتاخد وتدي الناس، فربنا يزودك تاني لأنك عبد أمين وصالح. مستغنين في كل شيء، تبقى غني في كل شيء، لكل سخاء. لما أغتني عشان أبقى سخي، مش عشان أفرح بالفلوس وكومها وعد أرائب رصيدي في البنك والأسعار والطالع والنازل. مستغنين في كل شيء لكل سخاء ينشئ بنا شكرا لله. لما احنا بنعطي الآخرين هينشئ شكر لله، إن الناس اللي بتاخد تشكر ربنا إنه تسطر. بعد ما كان عمال يصرخ ويقول له: يا رب أنا مش عارف أواجه المشكلة دي إزاي والاحتياج ده إزاي، لا حد يخبط ويقول له خد البركة دي، على طول هياخد منك ويقف يقول له: يا رب أشكرك. فكل سخاء أنت بتعمله بينشئ بواسطتنا اللي احنا أعطينا شكرا لله. عشان كده يقول معلمنا بولس تلميذه وتيمساوس: أوصي الأغنياء في الدهر الحاضر أن لا يستكبروا. طبعا هنا أغنياء في الدهر الحاضر معناها أغنياء بالمال وبالمال وبالحاجات دي يعني، لكن أغنياء الظهر الآتي هم أغنياء الإيمان. فبيقول له الناس الأغنياء بتوع الظهر ده: أوصيهم أن لا يستكبروا ولا يلقوا رجاءهم على غير يقينية الغنى. غير يقينية الغنى معناها الغنى غير الثابت، غير اليقيني، اللي هو معاك النهاردة مش معاك بكرة. فما ترميش رجاءك على حاجة زائلة، بل على الله الحي الذي يمنحنا كل شيء بغنى للتمتع. في فرق ان واحد عنده بشح، واحد تاني عنده بغنى، واحد تالت عنده بغنى للتمتع. لان يا ناس عندها حاجات مش عارفة تستفيد بيها ولا تعيش فيها. واحد عيان وعنده فلل وعنده قصور ولكن نايم في السرير يتحركش. فبيقول لا، ربنا يمنحنا كل شيء بغنى للتمتع وأن يصنعوا صلاحا. قلنا الصلاح معناها الخيرية، وأن يكونوا أغنياء في أعمال صالحة، مش بس أغنياء في الفلوس،
وأن يكونوا أسخياء في العطاء، كرماء في التوزيع، إد بفيض، مدخرين لأنفسهم أساسا حسنا للمستقبل، المستقبل الأبدي، لكي يمسكوا بالحياة الأبدية. اللي بيوزع النهاردة بيمسك الحياة الأبدية، معناها بيبقى عنده رصيد في السماء. وبعدين يكمل يقول لأن افتعال هذه الخدمة ليس يسد أعواز القديسين فقط، بل يزيد بشكر كثير لله. يعني مش بس أنت بتسد أعواز الناس، ودي حاجة كبيرة، حاجة جميلة وعظيمة، لكن كمان بيزيد بشكر كثير لله. يعني زي فليضئ نوركم هكذا قدام الناس لكي يروا أعمالكم الحسنة ويمجدوا أباكم الذي في السماوات. إذ هم الناس الغلابة باختبار هذه الخدمة يمجدون الله على طاعة اعترافكم لإنجيل المسيح وسخاء التوزيع لهم وللجميع. تخيل بقى القوافل اللي بتنزل من الكنائس الغنية عشان توزع حاجات على الناس الغلابة في مناطق العشوائية ولا الأرياف والبلاد الفقيرة. قد إيه بتبقى الفرحة في وجوه الناس إنه وصل له شوز هيلبسه في رجله، ولا قميص ولا بنطلون ولا حاجة ما كانش يشوفها. وعندنا كنيسة تعمل لهم سراير وتعمل دواليب وتعمل ترابيزات ومكاتب للأطفال عشان يقعد يذاكروا عليها، حاجات ما بيشوفوهاش. فقد إيه بتبقى الخدمة واختبارها دي تمجد الله، الناس يقولوا شكرا يا رب إن في ناس حلوين بيحبوك. يمجدون الله على طاعة اعترافكم لإنجيل المسيح. طبعا إذا كان العطاءات جاية من الأمم اللي بقوا مسيحيين، اليهود اللي بقوا مسيحيين، هيقولوا شكرا يا رب إن أنت خليت الأمم يعترفوا بإنجيلك ويأمنوا بيك. عشان كده يقول معلنا بولس لا تنسوا فعل الخير والتوزيع، لأنه بذبائح مثل هذه يسر الله. اعتبر فعل الخير والتوزيع ذبيحة، ذبيحة أنت بتقدم ذبيحة لله من خلال العطاء اللي بتدي، إذا كان مالي أو معنوي أو جهد أو اهتمام أو وقت أو أي حاجة، تعتبر ذبيحة مقدمة لله. وبدعائهم لأجلكم، طبعا اللي بياخد حاجة بيقعد يدعي لك، ربنا يخليك وطول عمرك خلي لك عيالك، كلام جميل، فراح بيفرح لما الناس دي تدعي له. بدعائهم لأجلكم مشتاقين إليكم من أجل نعمة الله الفائقة لديكم. بيبقوا كمان مشتاقين يشوفوك. تخيل واحد بيروح حتة الناس مشتاقة ليه، لأنه كل ما بيجي بيديهم خير، فيبقى حاجة جميلة. غير الواحد ده اللي هو رايح مكان والناس تقول يا رب استر والزيارة دي تعدي على خير، لأنه كثير الجزاءات. تخيل لو في قائد في شغل طول الوقت يعمل جزاءات طول الوقت، طبعا لما بيمر على العمل بيبقى الناس مرعوبة، لكن لما يكون في قائد بيطبطب ويدفدف وبيكافئ وبيسأل وبيهتم، تلاقي الناس تبذل كل مجهود عشان ترفع شأن الشغل اللي هم حاسين فيه بالأمان. لذلك دايما يقولوا في فرق بين المدير والقائد. المدير ما بيهموش النفسيات والناس، فتلاقي الإدارة بتاعته بنظم ولوائح وقوانين وعلى قد فلوسك هديك مجهود، وبرضو على قد مجهودك هديك فلوس، سواء من المدير أو من الموظفين. القائد هو اللي بيحفز الناس أن يبقوا مبسوطين وفرحانين وبيعملوا حاجات بقلبهم، لأنه هو محسسهم أن احنا عيلة والمكان ده مكانك وأنت كويس. دايما أنت كويس، أنت كويس دي تخليه يبقى عند حسن ظنك. عشان كده يقول بدعائهم لأجلكم مشتاقين إليكم من أجل نعمة الله الفائقة لديكم، لأن باستمرار عندكم نعمة فائقة بتدوا منها. ويختم هذا الإصحاح الجميل فشكرا لله على عطيته التي لا يعبر عنها. هنا معلمنا بولس بيرفع ذهن الناس المعطائين. انت اديت ايه حبيبي؟ اديت فلوس، اديت جهد، اديت وقت، اديت اهتمام،
ساعدت عيل صغير غلبان انه يعرف يفهم دروس وما خدتش منه فلوس، بالعكس قعدت معاه وبذلت معاه مجهود عشان ينجح. انت عملت ايه؟ اي حاجة احنا بنعملها هي بالنسبة لعطية الله ولا حاجة. عطية الله لا يعبر عنها. عطية الله اللي قال عنها معلمنا بولس الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء؟ عطية ربنا لا يعبر عنها. النفس اللي بنتنفسه، الحركة اللي بنتحركها، الفكر بيدور في ذهننا، الحياة اللي احنا عايشينها، الأكل والهوى والدنيا اللي ربنا خلقها، عطية الله لا يعبر عنها من كتر جمالها من كتر غناها. عشان كده مهما انت أعطيت في الآخر تقول لا شكرا لله على عطياته التي لا يعبر عنها. بالمقارنة بعمل الله معانا احنا ما عملناش حاجة. عشان كده السيد المسيح قال لنا لو عملت كل البر تقولوا احنا عبيد بطلين ما عملناش حاجة. عشان كده على تدبير الخلاص يقول معلمنا بولس في كورنثوس الأولى كما هو مكتوب، بص بقى الوصف بتاع اللي عمله ربنا معانا، ما لم ترى عين، هل اللي انت بتعمله مع الناس ما لم ترى عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على بال إنسان ما أعده الله للذين يحبون. عطياته لا يعبر عنها، وطبعا لأن الله بيحبنا أعلنه لنا الله نحن بروحه، لأن الروح يفحص كل شيء حتى أعماق الله. من ضمن عطيته التي يعبر عنها أنه أعلن لنا عن حاجات فائقة للوصف فائقة للعقل، بنقول له في القداس يا من يصنع أكثر مما نسأل أو نفهم، زي ما قالها بولس الرسول بيعمل معنا أكثر مما نفهم أو نفتكر. فأنت بتسأل بتطلب منه إيه، ربنا يعملك أعظم مما جه في بالك. وما ننساش القول الجميل اللي قاله معلمنا يعقوب في رسالته صحاح واحد، كل عطية صالحة كل موهبة تامة هي من فوق نازلة من عند أبي الأنوار. يعني العطايا بتاعته صالحة وجايلنا من عنده. من ضمن العطايا ان يديك نعمة العطاء، ان تريد وان تعمل، دي من عند ربنا. عشان كده نعمته وعطيته لا يعبر عنها. الله ده ليس عنده تغيير ولا ظل دوران، مش بيتغير. يعني جايز الواحد مننا بيتغير انه كان عطاء بعدين بدأ يشح شوية، او العكس، او كان عنده خير وعمال يوزع بعدين افتقر فمش قادر. الله ما عندوش دي، عطاياه دايما جزيلة وغنية وسخية، واعطانا ان احنا نكون اولاده، شاء فولدنا بكلمة الحق لكي نكون بكورة من خلائقه. عطية الله ونعمته لا يعبر عنها. فكل ما يجي الشيطان يحاربك بانك انت عملت اللي ما تعملش، وانك بنيت كنيسه، وانك اديت فلان، وانت عمرت الحته الفلانيه، وجوزت البنت دي اللي ما كانش ليها اهل، وعملت، قول انا عملت ايه؟ شكرا لله على عطياته التي لا يعبر عنها. هو اعطاني اشياء لا يمكن اقدر اوصفها من النعمه بتاعته، وحتى العطاء اللي انا اديته للناس ده من عنده. فاذا دايما يرجع الشكر لله على عطيته التي لا يعبر عنها. ربنا يبارك حياتكم يملكوا بالنعمة. إن كان لنا عمر أسبوع جاي هنكون بداية الصيام الكبير أول يوم في الصيام، وفي نفس الوقت عندنا هنا في الكنيسة المرقسية هيبقى نهضة للبابا كيرلس عشان ده اليوبيل الذهبي لانتقاله. وهنا الكنيسة كانت طبعا المكان اللي عايش فيه بيخدم فيه، فهيبقى فيه نهضة خلال الأسبوع. وفي نفس الوقت في الاجتماع بتاعنا هيبقى كلمة بخصوص النهضة دي، وبعدين نستأنف إن كان لنا عمر دراستنا في الكتاب المقدس في الأسابيع التالية. ربنا يبارك حياتكم، لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين.